السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. احنا النهاردة يا جماعة هنحتفل احتفال كده بسيط، يعني احنا عندنا كوباية نصها فاضي ونصها مليان، فاحنا نبص لنص الكوباية اللي هو المليان مش الفاضي. هتقولي ما تطوليش علينا ماما نونا، يعني ايه النهاردة احنا هنعمل ايه يا حاج؟ سلم على الناس يا حاج، انا مش واخده بالي، معلش يا اخويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنحتفل بالذكرى السنويه رقم 150 لجدي الله يرحمه الحاج شكشك الكبير الله يرحمه ويحسن اليه. وانا دايما في الذكرى بتاعته ديت بجيب العب بتاعه اللي هو يعني ابويا ورثه منه وانا ورثته من ابويا، وبنحتفل ذكريات على العود للاستاذ سيد درويش. ايوه يا اخويا. وعبد صالح والفنانه ام كلثوم والقصبي اتفضل يا ماما نونا. وزي ما انتوا عارفين يا جماعه، يعني بيقول لكم اذكروا محاسن موتاكم، واحنا بسم الله ما شاء الله، يعني احنا هنذكر النهارده محاسن وعنايات الاثنين مع بعض. ومن ضمن محاسن جده الله يرحمه ان هو كان بيعرفنا، قصدي بيمتعنا بالعود على طول على طول، فاحنا قلنا نعمل شويه مقاطع من مقاطيع اللي كان بيعملها جده ونتذكرها كده مع بعضينا. هتقطع لنا ايه النهارده يا حاج؟ هنقول جزء من ام كلثوم. حبيبتي دي روحي كانت قاعده جنبي كده زميلتي في قلب الكلاس واحنا صغيرين، وحياة ربنا يا حاج ست اميره وطيبه وبنت حلال. بس انت عارف هنعمل ايه ولا اختار لك انا؟ اختار يعني عادي. الحمد لله الحمد لك الحمد لله، يعني كل الاغاني وكل الالحان عارفها؟ عارفينها الحمد لله. ما شاء الله عليك، اللهم صل على النبي الله اكبر. الحمد لله. هي كان ليها اغنيه كده قصيره مكيره، كانت بصراحه بتقول فيها، يعني الاغنيه كانت يا اخويا حوالي ساعتين ونص ثلاثة الا ربع، كانت بتقول له مش فاضيه عدبه. بس عايز اقول لك حاجه يا ماما نونا، دي الذكرى السنويه مش الذكرى المئويه، ساعتين ونص كتير قوي عليا. لا يا حبيبي انا بقول لك هي الاغنيه كانت من ساعتين ونص لثلاثة الا ربع كانت بتقول له مش فاضيه عدبه، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل ان هي ما كانتش فاضيه عدبه. انا مش عارفه يا اخويا لو كانت فاضيه تعدي دي كانت قعدت اكتر من كده ولا كانت عملت، كنا قعدنا اسبوع في الاغنيه ولا ايه؟ ما اعرفش الصراحه. طب اقطع لنا مقطوعه يا حاج، يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم وسمي اخويا وابدا. طب ان شاء الله هنبدا بقى الاغنيه بكلماتها. طب انت عارفه مين بيغنيها؟ بص يا حاج انت ارشق في اي حاجه يا اخويا واحنا معاك. يعني اخش كده وش اي حاجه يا اخويا، اخش وش مره واحد اي حاجه يا حاج اللي يجي على بالك يا حاج. طيب مفيش تشجيع يا حاج؟ قول يا حاج انا هشجعك ما تقلقش. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بالله. يلا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اخد اني جزء منها بقى يا اخويا؟ خد الجزء اللي يا حاج. اخلص يا حاج يا حاج. ده بقى لا اله الا الله. ماشي ماشي لا اله الا الله. اصل انا بقالي مده ما سمعتش ام كلثوم. خش يا اخويا على عبد الوهاب، وردة، اشجاء، اي حد يا حاج اي حد. دي تعطيق. دي تعطيق؟ عشان بس تبقى عارفه ان المقام ده مقام هندي. كمان هندي. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. قطع يا حاج، ده انت بتقطع درر. قطع يا اخويا. هتيجي ان شاء الله هتيجي، بس انت سمي كده واستهدي. مين يا اخويا اللي هتيجي؟ اللحم. ما انا بستحضر اللحم. انت بقالك 55 سنه يا حاج بتقول لي هتيجي، قال الوكيل ما حد اجابت ساعتها يا حاج. انا والله العظيم لو تيجي قسما برب اعمل لها كوبايه شاي بمعلقتين سكر، بس تيجي. ماشي. تيجي الست بالسلام. قطع يا اخويا، قسم وادينا. سلام على الالحان اللي الحمد لله. الله الله يا حاج يا سلام. ايه رايك؟
ايه في رئيس ايه يا حاج؟ ما كده خلصت الاغنيه. بسم الله ما شاء الله. دي مش فادي عاجبك؟ قال لها انت عاتبته بسرعه كده على طول كده. امال الوليه قعدت معانا ساعتين ونص وثلاثه الا ربع ليه كده يا حاج؟ ده انت عاتبك بسم الله ما شاء الله. ده انت قلبك ابيض والله العظيم، بتاخد وتدي كده مع نفسك كده. اللهم صل على النبي. الحمد لله الحمد لله يا حاج الحمد لله. طب خش بقى اللي بعده يا اخويا، خش على اللي بعده. هي اي اللي يعجبك يا حاج. انا بقول لك قسم يا اخويا والجينه. يعني اختار من عندي يعني. يا حبيبي اللي انت عايزه، اهم حاجه نحيي الذكرى. طب انا عازفت قطعه من لحن المفاء. من لحن المفاء؟ المفاء ده نفاء ده ولا ايه؟ هو تقريبا هم بيقولوا كده، انا سمعته كده لحن المفاء. طب بتاع الفنان فريد الاسمع كمان. هو بقى بيسمع؟ اللهم على ايام كانت رش النبي شربت يا ماما نون. كمل يا اخوي. قسم لحن المفاء. قسم. ماشي يا ستي. يلا حبيبي. سلام سلام سلام. نقول يا اخويا قطع 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 حته كبيره بس. سلام سلام. شوف بقى الحته اللي جايه دي. استني انا الحته اللي جايه دي بالزيت بالزيت. السلام عليك يا حاج وعلى تقطيعك وتقطيعك. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. بص الحته دي، بص الحته دي. ايوه ابص فين يا حاج؟ اسمعي. ماشي يابا. يا حاج قال له الوكيل نضفت لي ودني. امين. بص بقى يا حاج، خش بقى يا اخويا ايه على اخوك الكبير بقى عبد الوهاب. لما بيقول جفنه علم الهبل ترت 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 ترت. يلا خش يا اخويا. يبقى بنبدا بجفنه. جفنه. جفنه. ماشي يلا. جفنه. اختف دي بقى. بصي يا حاج وانا بقولها تقوم خاطفها كده من على على الوتر على طول. علم الهبل علم الهبل ترن 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 ترررررررر. ومن الحب ما قتل ترن ترن. خلص؟ ترن ترن بس كده؟ ما هي كده، ما انا ماشي معاك انت. اللهم صل على النبي. والله حته شويه مقاطيع جميل جميل. قسم يا اخويا والدين، قسم يا حبيب قلبي والدين. ترم تم ترم تم ترررررررم. جميل جميل يا حاج. احنا هننام يا حاجه جنب العود ولا ايه؟ هو احنا جايين نحيي الذكرى ولا نموتها؟ لا لا احنا شغالين كويس. ما انت نمت يابا. ما انت بتقولتي يا حبيبي انت نمت على العود يا حبيبي. لا اله الا الله لا اله الا الله. ايه بس يا ماما نمنا. طيب يلا يا ما انا مش لاقيه مقطوعه مقطوعه كده حته على بعضها عدله يعني. قسم كده حتت كبيره كده واديني كده. انت هتنام يابا هتنام. ماشي. مش عايزين جدك كده علينا في اليوم اللي يا لم بالله ربنا ده. ماشي حاضر حاضر يا ماما. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. ما ينفعش كده يا اخويا ما ينفعش. اصل ده عود قديم وتقيل معايا شويه. هو بتفرق قديم من جديد يا حاج؟ ماشي حاضر. قسم يا اخويا ودينا حته كبيره. ماشي يلا. حاضر حاضر. لا اله الا الله يفنى العبد ويبقى الله. الحمد لله. ده انا
رشيد الصباح ده ولا ايه؟ لا ما هي لا اله الا الله. انت بتلحن كلامي؟ آه. اللهم صل على النبي، ده انت بقيت نبغى يا حاج. اهو اهو يلا نبغى يا حاج. يلا اه يا اخو يلا اي ويصلي صلي صلي. ايه يا حاجة عيب؟ اما انا قلت افوقك شوية يا اخويا، عشان انا حسيتك نمت على الجيتار كده قلت افوقك. ما اسموش جيتار، في فرق بين الجيتار والعود. ده عود. ده عود؟ اه عود فرنساوي. يحسك يا ماما نور. كمل يا اخويا قسم واديني. النبي فوقني. ليت النبي يا اخويا. يعني ما يبقاش نكد جوه البيت ونكد بره البيت، الله يسعدك دنيا واخره. طب انا تعبت، لازم إيه؟ لازم اريح شويه. ليه مش هتعمل معانا هنا؟ لا حسيت ان انا نفسي اتخنق، تعبت من كتر العزف. كل ده وتعب؟ اه لا حول ولا قوه، كان نفسي نحيي الليله بطريقه انضف من احسن من كده، بس يلا مفيش نصيب. المهم يا بنات بصراحه انا حبيت نحيي الليله معاكم، والحاجه كان كل شويه يقول لي يا رب تيجي قربت تندع، وهي بصراحه مش بتنطر سيول كده علينا، مش كل يوم يقول لي نفس الكلام كده، والحمد لله الحمد لله ادينا حيناه، والله يرحمه ويحسن اليه مطرح ما راح. يلا هم السابقون ونحن اللاحقون. ماشي يا بنات نشوفكم على خير ان شاء الله، بس يا رب ما يبقى احياء ذكرى اي حد تاني، احنا نعمل اي حاجه تانيه في في في, في الحياه. يلا يا بنات نشوفكم على خير، ومع الف سلامه وكل سنه وانتم طيبين. وانا اسلم عليهم باي حاجه، قول لهم باي باي. نشوفكم على خير ان شاء الله يا بنات. باي باي. كلهم بنات، انا بعتبرهم كلهم زي اولادي. زي اولادي. طيب. فبقول لهم يا بنات يا اولاد حلوين دول صاحيين كده، يعني احنا واخدين على بعضينا، وهم عارفين ان انا وهم احنا واخدين على بعضينا يا حاج، واخدين على بعضينا. ماشي ماشي يا بنات، مع السلامه يا حجات. باي 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 يا اولادي، مع السلامه.